وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر سكايب من واشنطن هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط. أرحب بك سيدة هبة بداية على شاشة إكسترا نيوز. إذا بعد مرور 100 يوم على حكم جو بايدن للولايات المتحدة الأمريكية وتسلمه مفاتيح البيت الأبيض، برأيك كيف كان أداء جو بايدن خلال 100 يوم الأولى، إن كان على صعيد الإنجازات أو حتى التحديات التي واجهته؟ نعم، هناك تحليلات كثيرة حول أدائه خلال 100 يوم الأولى، وهو تقليد أرسال الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت الرئيس 33، هي محاولة لطمأنة وتقييم أداء الرئيس الأمريكي خلال هذه الفترة. بايدن استلم الحكم وعلى خلفية استقطاب حزبي حاد في المجتمع الأمريكي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، صحيح. وهو يلقي الليلة كلمته من مبنى الكابيتول بعد وفي الخلفية الذكريات المؤلمة للهجوم على مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، وهذا أيضا يشكل هاجس أمني وسيظل جرح في جبين السلطة التشريعية الأمريكية. من جانب آخر، على مستوى السياسة الداخلية، نجح الرئيس بايدن إلى حد ما وفق التحليلات ووفق الإحصاءات والتقييمات في مكافحة الوباء إلى حد كبير، في النجاح في الوصول إلى 200 مليون جرعة خلال 100 يوم، لكن هناك انتقادات فيما يتعلق بملف الهجرة. أيضا ما زال إصلاح الشرطة والعدالة العرقية بين البيض والسود والعنف الممنهج من الشرطة ضد العرقيات السوداء ما زالت تواجه انتقادات للرئيس الأمريكي. أيضا هو يسعى إلى الدفع بتشريع بحوالي 1.8 أو 9 تريليون دولار لدفع الاقتصاد للبنية التحتية الأمريكية والتعليم والصحة ورفع الضرائب على الأغنياء. وهو قبل الانتقال سيدة هبة إلى يعني الملفات الأخرى الداخلية، سأبقى معك في موضوع كورونا. على الرغم من كل الإنجازات التي حققها جو بايدن على صعيد كورونا، إلا أنه البعض يقول يعني وحتى بعد 200 مليون جرعة التي وفرها للشعب الأمريكي، البعض يقول أنه هناك تحدي آخر، وهو أنه معظم أو كثير من الأمريكيين اليوم لا يريدون أخذ هذا اللقاح. برأيك إلى أي يعني إلى أي مدى من الممكن أن يكون هذا تحدي يؤثر على التعافي السريع من فيروس كورونا، خاصة أنه جو بايدن أعلن النصر على هذا الفيروس يعني خلال وقت قريب؟ نعم، إدارة بايدن تحاول الوصول إلى نصر أو تحقيق النصر ضد هذا الوباء بحلول عيد الاستقلال في 4 يوليو المقبل. هناك مشكلة حقيقية في عدم تصديق البعض لوجود فيروس وعدم يعني الإقبال على تلقي اللقاح، وهذا تحدي. لكن الأخبار المتداولة في الهند على سبيل المثال وفي الأعداد العالية من الذين فقدوا حياتهم جراء هذا الفيروس بدأت تؤتي ببعض القناعات أو ببعض الحلحلة في موقفة هؤلاء المتشككين والرافضين لتلقي اللقاح. أيضا تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب في وجوب تلقي اللقاح ربما أدت إلى بعض القبول المبدئي من بعض المتشككين، وأيضا الحوافز التي أقرتها إدارة بايدن لمن يتلقى اللقاح ومن يحصل على الجرعتين أو كافة الجرعة كاملة من اللقاحات، سيكون هناك بعض التحفيز المالي وما يتعلق بظروف العمل.
أيضا هذا التحفيز الاقتصادي كان له تأثير كبير على أقدام الأمريكيين، نعم وبالتالي هامش المتشككين في هذا اللقاح بدأ ينحصر إلى حد كبير مع المعلومات الصحية والبعض المتزايدة يرجع سيدة هبة والكوارث التي للتحزب السياسي ربما والاختلافات بين الحزبين الديمقراطي أيضا والجمهوري إلى عدم أخذ يعني بعض الأشخاص هذا اللقاح. أريد أن أشكرك شكرا جزيلا هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط على كل هذه المعلومات، حدثتنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.